ننتقل لفقرتنا التالية. كنا عم نحكي تحت الهواء زينب قديش يمكن نحن معششة بذاكرتنا رائحة الصابون بالطفولة، لما كانوا أهالينا بالضيعة القديمة يشتغلوا الصابون على إيدهم كانت كل الأمور يمكن أبسط ومتعلقة بهي الذاكرة. كل بيت كانت تفوت عليه في ريحة معينة بيمتاز فيها. اليوم عم نشوف بالآونة الأخيرة توجه بشكل كتير كبير لصناعة الصابون الطبيعي، إن كان من زيت الزيتون، إن كان من الغار، من كتير مواد المسك، من كتير المواد الطبيعية. والبيئة السورية أساسا غنية بشكل كبير بالأعشاب والروائح العطيرة. لنحكي أكثر عن هيدا الموضوع معنا السيدة يمنى بكر، مختصة بكل هي التفاصيل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يعني جايبت لنا كتير نماذج اليوم من صابون خالي من المواد الكيميائية، طبيعي 100%. صناعة الصابون بسوريا اليوم بدأت بخطوات خجولة، بنتمنى أنه تمتد أكثر، لكن عندنا تقنية فعلا كتير عم تاخذ صدى بكل المحافظات السورية. خبرينا أول شيء عن أنواع الصابون اللي عم تعمليها وشو جايبتي لنا معك. صباح الخير، يعطيكم العافية. بالبداية في تعقيب بس على كلمة أنه هي صناعة خجولة. صناعة الصابون بسوريا صناعة قديمة جدا. قديمة بس ما أخذت هلأ معاني، هلأ مشاريع صغيرة عم تكون. فترة اللي توسع على حساب الصناعات اليدوية والطبيعية. صحيح. صناعات التجارية. صحيح. نحن هلأ امتلكنا الوعي الكافي لأنه هلأ عم نرجع ندرك أهمية استعمال الشيء الطبيعي بحياتنا. أهمية الصابون بحياتنا كأهمية الغذاء تماما، لأنه مثل ما أجسامنا نحتاج لأغذية وأغذية طبيعية، بنفس الوقت بشرتنا وشعرنا وكل أعضاء، يعني كل البشرة الجسم بيحتاج لصابون طبيعي مو داخل بتركيبه مواد كيميائية. صحيح. نحن بلدنا كتير غنية بالزيوت وبالأعشاب عامة، وسوريا في إلها ترتيب عالمي بإنتاج الزيتون. صحيح. والزيتون وزيت الزيتون هو من أفضل أنواع الزيوت بالعالم، ونحن إلنا ترتيب عالمي. قد يتراجع أوقات، قد يتقدم أوقات، بس نحن من الدول المتقدمة بإنتاج زيتون. وبزيت الغار كمان نحن من الدول القليلة، لأنه زيت الغار متواجد فقط في حوض البحر الأبيض المتوسط، فنحن من الدول المنتجة والمتوفر فيها الغار بشكل كبير. ونحن على فكرة بنصدر للعالم هذا الحكي، يعني كتير في بيدخل بتسميات أخرى بفرنسا، بكل دول العالم متواجد صابون الغار، صابون زيت الزيتون. خلينا نحكي عن الصوابين الموجودة الطبيعية، ويمكن كنا بنحكي أنا وزينب تحت الهواء الروائح العطرة كانت هيك مالية الاستديو. جايبة عدة أنواع خلينا نحكي عنها. هي شو؟ هي ريحتها هون في عنا بشكل عام الصوابين كلها الزيوت الأساسية اللي فيها زيت زيتون وزيت جوزن. اللي معي كلها تعتبر هي زيت جوزهند. تجي لها الإضافات من الأعشاب الموجودة ببيئتنا، ممكن تحطي لها زيت لوز كمية قليلة لتناسب بشرتك. ممكن تحطي لها زيت لافندا، ممكن تحطي لها زيت أكليل الجبل. حبتي يا زينب شو هيك؟ هيديك أكليل الجبل فيها. هلا هي أكليل الجبل وشو تمام. كمان؟ هي لبان مصنوع الزكري. فيها لبان الزكري اللي هو اللي يقال اسمه المر العماني. هو هذا يعتبر كولاجين طبيعي. يعني هو هو اللي ريحتها كثير حلوه، يعني ريحتها فواحه. مع انه ما قلتي لي ما فيها. هلا نحن اغلب الاوقات الصابون البشره بنحاول انه نقلل من العطر، خاصه اذا كان العطر صناعي. كيف بيطلع هيك لون؟ بيطلع غالبا تستعملي مواد طبيعيه، ملونات طبيعيه، يعني مثلا ممكن تستعملي الوان المايكا. الوان المايكا مصدرها طبيعي، يعني هي عباره عن احجار مثل القرمز، مثل ورق الحنه، مثل في كثير ملونات طبيعيه بالطبيعه موجوده ممكن تستعمليها. ممكن تستعملي ملونات غذائيه، وبالنهايه الملونات الغذائيه راجعه من مصدر طبيعي. يعني بنحاول انه يكون مثل ما بقول، مثل مو بجسمنا بحاجه لاكل صحي، كمان بشرتنا وشعرنا بحاجه لصوابين صحيه. نعم. هي شو هي؟ هي لافندر وزيت الورد. الورد الجوري الدمشقي المتوفر كثير عنا. صحيح. وبسهوله بنقدر نستخلصه من الورد الجوري ونحوله لصوابين ونضيفه على الصوابين. هذا غار وزيت زيتون. هذا انا يعني انا اخذته لانه اغلب العائلات هلا عم تستخدمه.
لشو استخداماته؟ صحي كثير. ايه وحتى في ناس عم تصنعه هلا يعني طبعا. هلا بتضيع بقرى الساحل او القرى اللي فيها زيتون عم بيحاولوا انه يطبخوا ايه لانه في زيت في زيت بيكون نسبه الاكسده تبعه كبيره فعم يعملوه صابون. تماما. هو ميزه هذا الصابون انه هو صابون مطبوخ. مطبوخ يعني فيك تستعمليه للشعر. المو مطبوخ يلي معمول على الطريقه البارده الباقي هو فقط للوجه والجسم. هذا المطبوخ للشعر ليش؟ لانه التصبن هو عباره عن عمليه كيميائيه. لما بيخضع لحراره فبيتحرر من الصودا الموجوده فيه ما بيأذي الشعر. اذا ما استعملنا شيء جيد ومطبوخ بطريقه جيده وزيوت جيده بينتج عنه مشاكل بتقول لك انه صبيه شعري عم يهر، شعري عم يقصف. من احدى اسباب المشاكل بالبشره والشعر هو استعمال الصوابين الكيميائيه التجاريه. هذا صابون مطبوخ، نحن هون بنتحكم، مصنوع كليا من زيت الزيتون وبنسبه قد يعني ممكن تتراوح بين 5 إلى 30% زيت الغار. زيت ثمار الغار. ومطبوخ لانه مثل هذا كمان مطبوخ كمان لانه بيستعمل للشعر. هذا اللي بيعالج أو فينا نقول مو بعلاج طعم، يعني اذا عندنا مشكله بدنا نتوجه للطبيب، بس بيساعد على علاج الشعر من الهر من التقصف البشره كله مشاكل طبيعي. البشره ايه طبعا. لما ذكرنا هدول بيختصوا لبشرات معينه ولا في كل الناس؟ هلا بشكل عام زيت الزيتون يستعمل لكافه انواع البشره، وزيت جوز الهند يستعمل لكافه انواع العشره البشره. بتجي الاضافات هي اللي بتحدد هي للجافه، مثلا شجره الشاي الاخضر تستعمل للبشره الدهنيه زيت تبعها، اللافندر يستعمل للبشره المختلطه، اللوز للبشره الجافه، الرمان ممكن نستعمل زيت الجزر، في بعض انواع الصوابين طول ما نحن عم نستعملها بتخفف من افراز الدهون، هدول بيستعملوا اصحاب البشره الدهنيه. وفي زيوت على العكس بترطب، عندنا بشره جافه بنضطر انه دائما نستعملها صابون مرطب. طبعا نحن ما بنلمس الفرق خلال اول وثاني وثالث استعمال على المدى الطويل. بس امتى بتفرق بين تاخذي الفرق المضبوط بين تستعملي شيء كيميائي تجاري وبين تستعملي شيء طبيعي مصنوع يدويا بالبيت. ونحن كثير على فكره بتاريخنا وباجدادنا واجدادنا وعائلاتنا القديمه هي مهنه حرفه يدويه عائليه، يعني كان يشتغل فيها العيله كلها، الاب واولاده والام والعيله، كان مثل ما قلتي بكل بيت في صناعه صابون جزء اساسي قبل ما يكون في معامل ويكون في ياخذ الموضوع منحى تجاري. هلا نحن عم نتجه للطبيعي، يعني هلا دائما عم نرجع لكل شيء الاجداد كانوا يعملوه، المفروض انه نرجع لانه هو الاصح هو الافضل. صحيح. طيب يمكن هاي المشاريع الصغيرة اللي حكينا عنها انه العودة لكل ما هو تقليدي وتراثي والاكتفاء خلينا نقول للأسرة، لانه نحن مرت فترة مثل ما قلتي الفترة الصناعية والتجارية صار في اتكاء واعتماد عليها مثل التبعية، يعني ما عاد فينا بدون إلها. هلأ رجعنا نحن كان عنا اكتفاء كأسر ذاتية على هي المشاريع لكن بمنظور آخر تطورت عن قبل. خبرينا هالمشاريع الصغيرة اليوم قديه ممكن تفيد مجتمعيا وفرديا. بالبداية كل أسرة بإمكانها أنه تكتفي بتصنيع منتجاتها كتنظيف، لا تشمل فقط على فكرة الصوابين، حتى تشمل المنظفات اللي بننظف فيها ثيابنا، لأنه مهم أنه تكون طبيعية ما تعمل تحسس للبشرة، حتى تشمل السوائل اللي نستعملها للجلي. فكل أسرة بإمكانها جوا البيت بمعلومات بسيطة ومتابعة بسيطة، يعني عبر الكتب عبر الانترنت، انه تقدر تكون مشروع صغير على الاقل يكتفوا اصحاب البيت بانه ما يشتروا تجاري وما يحطوا مبالغ باهظة كتير، لانه التجاري واللي يطلق عليه انه ترند او ماركات عالمية. الافضل انه نعتمد على الشيء الطبيعي لانه هو الافضل. نعم. بامكاننا ببيوتنا نعمل وبتكاليف زهيدة كتير والاسعار رمزية عم تكون. صحيح. الاسعار قليله بالنسبه طبعا اكيد الاسعار خاصه انه اوقات ممكن تستعملي مو الزيت نفسه الزيت النقي، ممكن تستعملي عكر الزيت يعني بقايا الزيت. نعم.
احنا بنتشكرك كثير وبنقول لك يعني لو انت صباحنا بهالصابون وبالروائح الطبيعيه الله يخليك وان شاء الله هذا المشروع بيكون بكل بيت سوري ليحقق الاكتفاء الذاتي ويمكن كمان يتصدر يصير مشاريع تخدم الوطن باكمله ان شاء الله باذن الله. اهلا فيك، اهلا وسهلا ستي منى بكر، بنتشكرك على وجودك معنا، اهلا وسهلا فيك، شكرا كثير لك.